مع استمرار الحرب في غزة وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، ورغم الأهداف الإسرائيلية الرسمية المعلنة وراء الحرب وهي استعادة الأسرى وإسقاط حكم حماس، إلا أن وزراء اليمين في إسرائيل ذهبوا إلى أبعد من تلك الأهداف معلنين عن مخططات جامحة. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا إلى احتلال قطاع غزة من جديد، وهو خيار لم يستبعده وزير التعليم من حزب الليكود يوآف كيش الذي دعا إلى التحرك لإعادة المستوطنات إلى القطاع. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المعروف بتصريحاته ومواقفه المتطرفة حيال الفلسطينيين التي أثارت حفيظة مسؤولين غربيين، ذهب أيضا للدعوة إلى ما وصفها بالهجرة الطوعية لسكان القطاع إلى دول العالم، معتبرا ذلك الحل الإنساني الصحيح. وفي الوقت الذي تلقى فيه تلك التصريحات معارضة دولية واسعة أبرزها من واشنطن، تجدد السلطات الفلسطينية رفضها لخطط التهجير، مؤكدة أن قطاع غزة جزء غير منفصل عن الدولة الفلسطينية وسيحكم بقرار مستقل لا بناء على مقترحات خارجية.